اولا انا ما اعرفش اسباب الانتحار، بس انا هو نفسيته تقريبا كانت تعبانه، لان هو كان منزل على صفحته الصبح ان هو في مشاكل في الشغل، وكان منزل فيديو كده لايف في الصفحه ان هو بيتكلم عن الشغل وان في مشكله في الشغل وان الموظفين ما خدوش رواتبهم بقالهم كتير، وان هو بيشتكي وكان رافع قضيه تقريبا وخسرها مرتين. تمام. وبيشتكي من الظروف الاقتصاديه، وهو تقريبا متاثر باللي حواليه ومن الناس زمايله، فتقريبا هو ده السبب اللي خلاه ينتحر. البقاء لله، بقاء لله، ربنا يرحمه. تسلم.